كان مشاهدي قناة شفت، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر بالضبط في مدينة الدار البيضاء، وكنتواجدوا في المكان المفضل لعشاق الشوا وعشاق المشويات، الراس مبخر الشوا، الكل كيتواجد هنايا بالضبط في بوطوار المجازر القديمة أو في بوطوار المتواجد بالمنطقة الحي المحمدي. يعني كيف ما كتشوفوا معنا الويكاند والناس مخرجين وليداتهم كيتعشاو في هذا الويكاند. الناس مخرجين وليداتهم يتعشاو في هذا المكان بعدا، الناس اللي كيبغيو يهرسوا الروتين الاسبوعي ديال العمل فكيتوافدوا لهذه المنطقه هذه اللي كتبقى حاله فيها الماكولات، فيها الشوا، فيها المبخر، لحم الراس، فيها الراس مبخر، فيها الشوا، يعني مكاينش اللي ما كيعرف هذا المكان هذا. الكازاويين كلهم كيعرفوا هاد البلاصه هادي، سكان مدينه الدار البيضاء كلهم كيعرفوا البوطوار، البوطوار المتواجد في منطقه الحي المحمدي اللي كيتوافدوا ليه الناس من جميع ربوع مناطق مدينه الدار البيضاء. في الويكاند الناس كيجيبوا وليداتهم ويجيبوا الزوجات ديالهم والاسر ديالهم باش يا اما يديروا وجبه الغداء او لا وجبه العشاء. المكان هذا اللي اصبح معروف بالبوطوار او مشوات المجازر القديمه، شويه ديال البوطوار المجازر القديمه، هذا هو ما يسمى عليه بالنسبه للناس اللي ما عارفينش هذا المكان. هذا المكان هو اللي بقرب من سوق الدواجن، ما بين سوق الدواجن وكازا فوياجور او محطه الدار البيضاء المسافرين، البوطوار غني عن التعريف. دخان طالع ديال الشوا، عندهم الحواله مبخرين، اللحم مبخر، الروس مبخرين، كيف فكرنا في الايامات ديال عيد الاضحى، الرائحه اللي كاينه هنا ديال بحال ديال عيد الاضحى. كيف ما كتشوفوا معنا المحلات عامرين ولله الحمد، الله يسهل عليهم والله يزيدهم. كل واحد عنده كليان ديالو هنايا في اصحاب المحلات، كل واحد كليان ديالو، كلو الناس كيف يفضلوا ياكلوا اش من محل، فعلى طبيعة الحال الاختيار ديالهم. دنا مشاهدينا الكرام، غادي نودعكم على منطقكم في بث مباشر اخر ان شاء الله،
إلى اللقاء.